المزارعين يقطفونها عشان تنقل لأراضي ثانية. بعدين يزرعونها بحيث تكون تبعد عن بعض تقريبا 20 سنتي. ليش؟ عشان تنمو سنابل الرز بشكل أفضل ويكون المحصول أكبر. كل يوم من الفجر إلى المغرب على هذا الحال. وبعد مرور 3 شهور ومع ارتفاع حرارة شمس الصيف نضج محصول الرز. ولين يومنا هذا معظم محصول الرز في الهند يتم حصاده يدويا في وضعية ركوع متعبة جدا وطول اليوم تحت حرارة الشمس. وأخيرا عملية استخراج حبات الرز.